السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة كورة سبورت أينما كنتم فأهلا ومرحبا بكم. في البداية ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. ويلا بينا على بركة الرحمن نبدأ أخبار النهاردة. نبدأ بالخبر الحلو، عودة محمد الشناوي لتدريبات النادي الأهلي النهاردة بعد سلبية المسحة الأخيرة اللي خاض عليها محمد الشناوي، وان شاء الله يكون موجود النهاردة في مران النادي الاهلي استعدادا لمباراة نادي سموحة اللي محدد لها يوم الاربعاء القادم. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن ان حمدي فتحي هيكون موجود وجاهز للمشاركة في المباريات مع الفريق تقريبا في اول 10 ايام من شهر مايو القادم. كمان ترتيب عودة المصابين وفقا للتقارير الطبية اللي اعلنها الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، ان ياسر ابراهيم ومحمد هاني اقتربوا جدا من العودة، ثم بعدهم بيجي علي معلول وجونيور اجاي. كمان علي معلول هيبدأ النهاردة او بكرة مشيئة الرحمن الجري الخفيف حول ملعب التتش على تراك ملعب التتش، ومحمد هاني بدأ الجري يوم الجمعة وهيكون جاهز خلال 10 أيام بمشيئة الرحمن. دي أخبار حلوة جدا جدا للنادي الأهلي في عودة اللعيبة المصابة، وإن شاء الله إن شاء الله تكون آخر إصابات عضلية وغيابات تبع النادي الأهلي أو من صفوف النادي الأهلي. كمان بقى في ظل الأخبار السعيدة والحلوة دي، في غيابات جديدة في النادي الأهلي زي أحمد رمضان بيكهام هيغيب عن مباراة سموحة بسبب الانذار الثالث، هيغيب للايقاف وكمان للاصابه كدمه خفيفه في انكل القدم. كمان ايمن اشرف جاله شد قوي جدا في مباراه الزمالك، وكمان تحامل على الاصابه وكمل المباراه بسبب ان ما كانش فيه تبديلات، كان بيترو موسيماني عمل كل تبديلاته وبعد كده ايمن اشرف اتصاب فكمل المباراه. حتى في المباراه في اخر المباراه كان وليد سليمان بينزل يساند مع ايمن اشرف، وكمان في ارهاق شديد جدا لايمن اشرف، ده اللي هيخلي بيتسو موسيماني يريح ايمن اشرف الفتره المقبله. بصراحه كان الله في عون بيتسو موسيماني، اصابات كتيره جدا داخل صفوف النادي الاهلي. كمان يعني ايمن اشرف بيعاني من كمان خشونه في الركبه بجانب الشد العضلي اللي جاله في مباراه الزمالك، لا ده كمان عنده خشونه في الركبة، وإن شاء الله هيتم حقنه غدا بمشيئة الرحمن، أو ممكن نأجل موضوع الحقن دوت لبعد مباراة سموحة أو كمان لبعد مباراتين أو ثلاثة يكون عدد من المصابين رجعوا زي علي معلول يقدر يغطي مكان أيمن أشرف، أو حتى أحمد رمضان بيكهام يقدر يغطي مكان أيمن أشرف. كمان كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن ان التقارير الطبيه بتشير الى جاهزيه محمد محمود في الاسبوع الاول من مايو القادم، وكمان كريم نيدفيد اللي بقاله فتره لا حس ولا خبر عنه ولا اي حاجه. كريم نيدفيد اخر التطورات اللي وصل لها هو عودته ان شاء الله الاسبوع القادم للتدريبات الجماعيه مع الفريق. كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقرر منح الفريق بالكامل مكافاه اجاده للاعيبه بعد الفوز على الزمالك بالامس 2-1، ومكافاه خاصه لمحمد شريف وعلي لطفي لانهم هما من نجوم المباراه. يعني محمد شريف كده سجل هدفين، وعلي لطفي تصدى لركله جزاء من محمود علاء، وكمان تصدى لهدف محقق في الدقائق الاخيره في نهايه المباراه، فليهم مكافآت خاصة لمحمد شريف وعلي لطفي. كمان سيد عبد الحفيظ بيهاجم أحمد مجاهد واتحاد الكرة، وبيقول اللي وضع الجدول بتاع المباريات مع احترامي ليه غير موفق في وضع الجدول، قرعة دوري الأبطال هتكون يوم 30 إبريل، وأيا كان الطرف التاني اللي هنلعبه سواء طلع سان داون سواء الوداد سواء الترجي، فهل من المعقول ان اخوض ربع النهائي بعد كم المباريات والضغط في المباريات دي؟ يعني انا كالنادي الاهلي هلعب كل يومين مباراة، فازاي انت بتضغطني وازاي عاوزني اشرف
مصر وشرف اسم النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، وده مش هينفع لأن كل مباراة لازم تخطيط ليها، كل مباراة ليها حاجات خاصة بيها، وده هيكون صعب على لاعيبة النادي الأهلي. وقال كمان أتمنى من اتحاد الكرة مراجعة الموقف، لأن اللعب كل يومين أو ثلاثة صعب جدا جدا، والدوافع والإعداد النفسي للاعيبة هيكون مهما، لذا استهلاك المخزون الذهني سوف يصعب المهمة على لاعيبة النادي الأهلي، وده اللي احنا دايما بنطلبه من الكابتن أو المهندس أحمد مجاهد، ان هو يغير جدول المباريات بتاع النادي الأهلي عشان خاطر النادي الأهلي داخل على مباريات مهمة جدا، دور ربع النهائي في البطولة الأفريقية، البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي بشكل خاص وجماهير الكرة المصرية بشكل عام. كمان رمضان صبحي، تعال نخش على رمضان صبحي ونادي الطموح، نادي بيراميدز. رمضان صبحي بيخطر إدارة نادي بيراميدز بعدم رغبته في الاستمرار داخل الفريق الكبير، طبعا فريق بيراميدز، والطموح الكبير جدا جدا، وبيطالب بالسماح له بالرحيل سواء بالبيع النهائي أو الإعارة لأحد الدوريات الخليجية، ركز على كلمة الخليجية. وكمان أكد لزملائه بالفريق على ندمه في الرحيل من الأهلي، ولم يكن كان يتخيل أن رجوعه للنادي الأهلي بات مستحيل، اللعب للنادي الأهلي مرة أخرى. ورمضان صبحي بيرفض اللعب لنادي الزمالك، اتعرض عليه عرض من نادي الزمالك ولكن رمضان صبحي رفض أنه يلعب لنادي الزمالك. وكمان في موافقة مبدئية من نادي بيراميدز، خاصة بعد إعلانه ندمه لترك النادي الأهلي في برنامج طبعا رامز جلال. كمان أصار اللي قاله رمضان صبحي أصار استياء مالك نادي بيراميدز، وهو رجل الأعمال الإماراتي سالم الشمسي، وقرر رحيل رمضان صبحي أو الموافقة على رحيل رمضان صبحي لأي دوري في الدوريات الخليجية. وكمان استبعدوه من لقاء المحلة الماضي، وكمان هيستبعدوه من المباريات المقبلة لرمضان صبحي. وكمان طلب من رمضان صبحي انه يشوف اي عرض مناسب ليه، يكون مناسب لرمضان صبحي طبعا، ويكون مناسب لنادي بيراميدز عشان خاطر نادي بيراميدز ما دفعش حاجة قليلة في رمضان صبحي، لا ده دفع ملايين الملايين في صفقة رمضان صبحي، وعشان خاطر نادي بيراميدز يعوض الصفقة بتاعت رمضان صبحي لما يبيعه. كمان الكابتن حسام البدري بيعلن رسميا منح إشارة القيادة لمحمد صلاح بدلا من عمرو السولية وبدلا من حجازي وبدلا من النني. المفروض منتخب مصر ماشي دايما إشارة الكابتنة بالأدمية، اللاعب القديم هو يكون كابتن المنتخب، ولكن حسام البدري بيقرر حاجات تانية خالص، بيقول عشان خاطر محمد صلاح نجم منتخب مصر وكمان من أفضل 3 لعيبة في العالم، فازاي ما يكونش هو كابتن المنتخب، فلا احنا نديله يكون هو كابتن المنتخب.